أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، من القائلين؟ إنهم طوائف من العرب قالوا الملائكة بنات الله، طائفة بنو لحيان يعتقدون جيلا عن جيل أن الملائكة بنات الله، اليهود قالوا عزير ابن الله إلى الآن، النصارى قالوا المسيح عيسى بن الله، وهذا كذب وافتراء وظلم ما يقادر قدره أبدا. الله خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، هو الذي يحيي ويميت، ينسبون إليه البنت والولد، أي عقول هذه؟ إذن فقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لحيان في العرب واليهود والنصارى لقد جئتم شيئا إدا، قل لهم يا رسولنا لقد جئتم بأمر منكر عظيم لا يطاق أبدا ولا يقبله ذو عقل ولا تستريح له نفس مؤمنة، كيف ينسبون لله الولد وهو خالق النساء والرجال وخالق كل شيء؟ لقد جئتم شيئا إدا منكرا فظيعا عظيما. هذا المنكر العظيم كي نعرف حقيقته تكاد السماوات تتشقق من أجله، سبع سماوات تكاد تتمزق وتتناثر من سماع هذا القول، وتنشق الأرض وتنهد الجبال من أجل هذا الكفر العظيم، كذب بحت وبهتان عظيم. قل لهم يا رسولنا لقد جئتم شيئا إدا، أي منكرا فظيعا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه أي ينشققن، وتنشق الأرض أيضا وتسقط الجبال وتنهد نداما من أجل هذه الكلمة، وهم يتبجحون بها. عالم المسيح اليوم من أمريكا إلى اليابان ما زالوا يتبجحون عيسى بن الله لعنة الله عليهم. تكاد السماوات يتفطرن منه من هذا الكلم المنكر الباطل، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
من أجل ماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، ادعوا للرحمن ولدا. قالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، قال بنو الحيام العرب ملائكة بنات الله. وجاء رد عليهم في سورة الصافات، وأصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. أن دعوا للرحمن عز وجل، لولا أنه الرحمن كان يبيدهم، كان يهلكهم في لحظة واحدة، لكنه الرحمن، وإلا كيف ينسبون إليه العجز والضعف والوصف بهذا الوصف الخبيث، ولكنه يرحم. ما أنزل بهم نقمة ولا عذاب. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أبدا ما ينبغي له، ما هو في حاجة إليه. يقول الشيء كن فيكون، هو خالق النساء والرجال، خالق الكون كله، كيف يحتاج إلى ولد؟ كيف يعقل هذا الكلام؟ وما ينبغي للرحمن عز وجل أن يتخذ ولدا، سواء كان عيسى أو العزير أو فلان وفلان. والبرهن على هذا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذا يحتاج إلى ولد؟ كل ما في السماوات وما في الأرض من ملائكة وإنس وجن والمخلوقات تأتي إلى الرحمن عز وجل عبدا ذليلا حقيرا بين يديه، ليس له مال ولا ولد ولا نصرة ولا شيء. إن كل من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن إلا آتي الرحمن عبدا ذليلا حقيرا بين يديه، ليس له مال ولا سلطان، فكيف يتخذ ولدا؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا، والله لقد أحصى الملائكة والإنس والجن وعرفهم واحدا واحدا، كيف لا وهو خالقهم؟ كيف يكون له منهم ولد له من الملائكة أو من الإنس أو من الجن؟ وقد أحصاهم وعدهم عدا، فردا فردا عرفهم، وكيف هو خالقهم؟ علمهم قبل أن يخلقه، وعلمهم بعد أن خلقه، وهم عبيده الأذلاء الذي يتصرف فيهم ويتحكم فيهم، كيف يوجد بينهم ولد له؟ يا عقلاء البشر. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكل هؤلاء من الملائكة والإنس والجن يأتي يوم القيامة واحد واحد، ليس معه أب ولا أم ولا أخ ولا ناصر ولا مال ولا سلطان، يأتيه فردا. من كانت هذه صفاته يحتاج إلى ولد، ما يخجلون، ما يستحون، ما يضعفون. يقول عيسى بن الله الكذب البهت. فهذه الآيات استأصلت هذا المعتقد الباطل وأزالته من الوجود. ولهذا من أصر على اعتقاد أن الله في حاجة إلى زوجة ولد واتخذ ولدا فهو من أكثر الكفار ومن شر الخلق، وجريمة لا تطاق أبدا، لا تقابل بجريمة. إذا كانت جريمة من يعتقد أن لله ولدا، السماوات تكاد تتفطر، الأرض تنشق، الجبال تتهدم من أجل هذه الجريمة، فكيف إذن يقولها عاقل ويعتقدها؟ مرة ثانية اسمعوا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، من القائلون؟ النصارى، اليهود، العرب، بعض العرب. لقد جئتم شيئا، قل لهم يا رسولنا جئت شيئا منكرا عظيما، كلام باطل وخرا، وهذا لا يصح ولا يعقل. هذا المنكر الذي جئتم به وقلتموه، تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخير الجبال من أجل ذلك هدا، وذلك أنهم دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لماذا؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أولا، وثانيا لقد أحصاهم وعدهم عدا، ثالثا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. ما بقي لذي عقل
أن يقبل مثل هذا الكلام ويسمع إليه. استأصل استئصالا كاملا. فبقي الله الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم. يخبر تعالى بهذا الخبر العظيم، والله يساوي الدنيا وما فيها. خبر عظيم هذا لمن فقهه وفهمه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ربا وإلها، لا إله غير ولا رب سواه، وآمنوا بالبعث الآخر وما يجري فيه، وآمنوا بالنبوة المحمدية وغيرها من النبوات قبله، وصدقوا الله ورسوله في كل ما أخبر به، ثم عملوا الصالحات من الصلاة إلى الزكاة، من الحج إلى الجهاد إلى الرباط إلى فعل النوافل الخيرات كلها، هؤلاء الخبر سيجعل لهم الرحمن ودا. هنيئا لهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، سيجعل لهم الرحمن حبا، يحبهم، سيجعل لهم الرحمن ودا أي حبا. فإذا أحبهم أحبهم أولياءه أجمعون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا أحبه، كيف وصل إلى هذا المستوى؟ أخذ يزكي نفسه، يطيبها، يطهرها بالإيمان وصالح الأعمال والبعد عن كل إثم وكل الآثام، حتى طابت وطهرت وزكت، أحبه الله عز وجل. فإذا أحبه الله قال لجبريل: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان. فنادي في السماء، فينادي في السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه، ويلقي له القبول في الأرض، فلا يراه عبد مؤمن إلا أحبه. وإذا أبغض الله عبدا لأنه أكثر من الشرك والكفر والنفاق والخبث والشر والفساد والظلم ونات عفو، كرهه الله، أبغضه الله، يقول: يا جبريل إني أبغض فلان ابن فلان، فأعلن في السماء، فيعلن في السماء: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلان ابن فلان، أبغضوه، ويلقي له البغض في الأرض، فلا يره عبد صالح إلا أبغضه. وهذه الآية صريحة، خبر عظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم؟ سيجعل لهم الرحمن رب العالمين وأرحم الراحمين، سيجعل لهم ودا أي حبا، يحبهم وتحبهم ملائكته ويحبه عباده المؤمنون الصالحون. فلهذا الأطهار والأصفياء في القرية في المدينة في الحوش في السوق في مكان، والله متحابون دائما وأبدا، لا يكره بعضهم بعضا ولا يبغض بعضهم بعضا، لأن الحب ألقاه الله في قلوبهم كرامة لهم أكرمهم بها. فهيا بنا أولا نحقق الإيمان حتى نعرف أننا مؤمنون صادقون في إيماننا، ثم نعمل الصالحات، ثم نتجنب الطالحات جهادا للنفس والهوى والشيطان، حتى تطيب النفس وتزكو، ومن ثم ما تشعر إلا والحب يملأ قلبك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والود الحب، حبه تعالى يحبهم ويجعل لهم الحب في قلوب المؤمنين فيتحابون. ثم قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك، يخاطب رسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول له:
فإنما يسرنا القرآن وسهلناه بلسانك باللسان العربي من أجل ماذا؟ لتبشر به المتقين. فإنما يسرنا القرآن يا رسولنا وسهلناه في لغته لتفهمه من أجل أن تبشر به المتقين. من هم المتقون؟ أهل البشرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والله لهم المتقون، لأن المتقي ذاك الذي خاف من الله فاتقاه. بماذا يتقيه؟ قولوا: يتقيه بطاعته وطاعة رسوله، بفعل ما أمر الله به وأمر رسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، ومن ثم طابت نفسه، زكت روحه، أصبح كالملائكة، يحبه الله وتحبه الملائكة، ويحب كل طاهر في الأرض. هذا هو المتقي. أما الذي يتلطخ كل يوم بأطنان الذنوب والآثام فتتعفى النفس وتخبث وتتدسى، من يحبه؟ يبغضه الله وأهل السماء وأهل الأرض. فإنما يسرناه أي القرآن الكريم بلسانك العربي من أجل ماذا؟ لتبشر به المتقين. وجاءت البشرى في قول الله تعالى من سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الإعلان سمعتموه، والله يعدل كل إعلان في الأرض. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكأن سائل يقول: من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا حزنا؟ أجاب الله بنفسه فقال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا تعجز في الفهم ولا تتعب. من أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، طول حياتهم يتقون ما يسخط الله عليهم ويغضبه من ترك واجب أو فعل حرام، هؤلاء هم المتقون. قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا هذه وفي الآخرة. في الحياة الدنيا عند الوفاة تتنزل عليهم الملائكة فتبشرهم وهو يلفظ في أنفاسه الأخيرة وعينه مرتفع إلى السماء ووجهه مستبشر كأنه يضحك. وقرأوا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما قالوا آمنا وفجروا سرقوا وكذبوا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فسر لنا البشرى في الحياة الدنيا بقوله: إنها الرؤيا الصالحة ياها العبد الصالح أو تراله. والله العظيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وإلا لا؟ ما هي البشرى في الحياة الدنيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرؤيا الصالحة ياها العبد الصالح أو تراله قبل أن يموت، لا بد من هذه. وصدق الله العظيم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. وهنا قال تعالى: لتبشر به أي بالقرآن المتقين وتنذر به قوما لدا. واللد جمع ألد، الخصوم الظلمة المعاندون المكابرون. هذه مهمة القرآن،
يبشر به المتقون وينذر به الجبابرة والطغاة والظلمة والماكرون، وتنذر به قوما لدا كأبي بن خلف وعقبة بن معيط وفلان وفلان وفلان، وما أكثرهم اليوم بالملايين. لكن أين العلماء الذين يبلغون النصارى واليهود وما هم فيه وما يساقون إليه إلى جهنم والخلود فيها، يعيشون على الباطل على الكفر على الشرك والعياذ بالله. رسول الله أدى أمانته ووفاه حتى قبضه الله، وأمته تخلفه وخلفته قرونا عديدة ثم تنازلت عن ذلك. من يبلغ اليهود والنصارى هذا الكفر الذي هم عليه؟ واجبنا نحن. وتنذر به قوما لدا. ثم قال تعالى: وكم كثيرا أهلكنا قبلهم من قرن. كم أهلكنا قبل كفار قريش، قبل كفار العرب، قبل كفار العالم بأسره، من أمم عاد وثمود وفرعون وما إلى ذلك. هل تحس منهم من أحد يا رسولنا؟ هل فينا من يسمع أحد من قوم عاد يراه يبصره يشعر به؟ قوم ثمود، قوم شعيب، قوم فرعون، أمم، هل تحس منهم من أحد؟ لا والله. أو تسمع لها مريكزة أي حركة أو صوت خفي؟ ما فيه. هلكوا وإلا لا؟ والذي أهلكهم قادر على أن يهلك هؤلاء، قادر على إهلاك من شاء إهلاكهم. وهكذا تختم هذه الصورة المباركة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم سيجعل لهم الرحمن ودا، حبا في قلوبهم، في قلوب المؤمنين بعد حبه تعالى لهم. ومن أحبه الله خسر؟ لا والله، سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه أي القرآن، يسرناه أي القرآن بلسانك يعني بلغة العرب. لماذا؟ لتبشر به المتقين. لو كان القرآن نزل على رسولنا بلغة غير العربية كيف يبشر؟ كيف ينذر؟ ما يستطيع. لكن أنزله بلسان عربي ليقوى، ليقدر ويستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبشر المتقين بالجنة دار النعيم والفوز الكبير في الدنيا والآخرة، وينذر أهل الشرك والكفر والظلم بالعذاب الأليم في الدار الآخرة. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. هل تحس منهم من أحد؟ لا والله. أو تسمع لهم؟ لا والله. مضوا إلى جهنم وبئس المصير. نسمعكم شرح الآيات. تأملوا: ما زال السياق في ذكر مقولات أهل الشرك والجهل ورد عليهم من قبل الحق تبارك وتعالى، فقال تعالى مخبرا عنهم: وقالوا أي أولئك الكافرون. ماذا قالوا؟ قالوا: اتخذ الرحمن ولدا. إذ قالت بعض القبائل العربية قالوا: الملائكة بنات الله، وهم بنو لحيان. وقالت اليهود: عزير بن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. يقول تعالى لهم بعد أن ذكر قولهم: لقد جئتم شيئا إدا، أي أتيتم بشيء منكر عظيم. إي والله، فتكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشققن منه لقبح هذا القول وسوءه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أي تسقط لعظم هذا القول، لأنه مغضب للجبار عز وجل. ولولا حلمه ولولا رحمته لمس الكون كله عذاب أليم. وقوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا، أي أن نسبوا للرحمن ولدا،
وما ينبغي للرحمن أي لا يصلح له ولا يليق بجلاله وكماله الولد، لأن الولد نتيجة شهوة بهيمية عائمة تدفع الذكر إلى الإتيان الأنثى فيكون بإذن الله الولد، كيف لا ينزه الله عن هذا؟ والله عز وجل منزه عن مشابهة لمخلوقاته، منزه عن مشابهة لمخلوقاته، وكيف يشبههم وهو خالقهم وموجدهم من العدم؟ هذا المشلح يشبه صانعه؟ بينهم شبه؟ مستحيل، كيف يخلقهم ويشبههم؟ ثم قال وقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذا برهان على بطلان قولة الكافرين الجاهلين، إذ الذي ما من أحد في السماوات أو في الأرض من ملائكة وإنس وجن إلا آتي الرحمن عبدا خاضعا ذليلا منقادا يوم القيامة، كيف يعقل اتخاذه ولدا؟ إذ الولد يطلب للحاجة وإلى لا؟ يطلب للحاجة إليه، والغني عن كل خلقه، ما هي حاجة إلى عبد من عباده يقول هذا ولدي يقول هذا ولدي؟ اللهم إنا نبرأ إليك مما يقوله الجاهلون بك الضالون عن طريق هدايتك يا رب العالمين. وقوله تعالى قد أحصاهم وعدهم عدا، أي علمهم واحدا واحدا، فلو كان بينهم إله معه أو ولد له لعلمه، فهذا برهان آخر على بطلان تلك الدعوة الجاهلية الباطلة الفاسدة. وقوله تعالى وكلهم آتي يوم القيامة فردا، هذا رد على أولئك الذين يدعون أنهم إنما هذا رد على أولئك الذين يدعون أنهم إن بعثوا يكون لهم المال والولد كما تقدم بالأمس والشافيع والنصير، فأخبر تعالى أنه ما من أحد إلا ويأتي يوم القيامة فردا ليس معه شافع ولا ناصر ولا مال ولا سلطان. وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وبرسوله وبوعد الله ووعيده فتخلوا عن الشرك والكفر وعملوا الصالحات وهي أداء الفرائض وكثير من النوافل، هؤلاء يخبر تعالى أنه سيجعل لهم في قلوب عباده المؤمنين محبة وودا، وقد فعل سبحانه وتعالى، فأهل الإيمان والعمل الصالح متحابون متوادون، وهذا التوادد بينهم ثمرة لحب الله تعالى لهم. وقوله تعالى فإنما يسرناه، أي هذا القرآن الكريم الذي كذب به المشركون واليهود والنصارى والدنيا كلها إلا المسلمون، هذا الكتاب الذي كذب به المشركون سهلناه، أي سهلنا قراءته عليك إذ أنزلناه بلسانك، لما لتبشر به المتقين من عبادنا المؤمنين وهم الذين اتقوا عذاب الله بالإيمان وصالح الأعمال بعد ترك الشرك والمعاصي، وتنذر به قوما لدا وهم كفار قريش وكانوا ألداء أشداء في الجدال والخصومة. وقوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي وكثيرا من أهل القرون السابقة لقومك أهلكناهم لما كذبوا رسلنا وحاربوا دعوتنا، فهل تحس منه من أحد فتراه بعينك أو تمسه بيدك؟ الجواب لا. أو تسمع لهم ركزا أي صوتا خفيا؟ اللهم لا. فهل لا يذكر هذا قومك؟ فهل لا يذكر هذا قومك فيتعظوا فيتوبوا إلى ربهم بالإيمان به وبرسوله ولقائه ويتركوا الشرك والمعاصي؟ مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا
عظم الكذب على الله بنسبة الولد أو الشريك إليه أو القول عليه بجمعه. عظم جرم الكذب على الله سواء بنسبة الولد إليه أو بنسبة الشريك له. ويكفينا في الدلالة على هذا تكاد السماوات تتفطر والأرض تشق والجبال تنهد لهذه الكلمة الفاجرة الكافرة. نعم. روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يقول الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني. هذا تكذيب الإنسان لربه الذي ينفي البعث والدار الآخرة والحياة بعد الموت، كذب الله عز وجل. نعم. قال ليس يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. قطعا. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. شتم الإنسان لله تعالى أن ينسب إليه ولد أو شريك، شتم الله عز وجل. نعم. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. لا أحد أصبر على أذى يسمع من الله أبدا. أن يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم يشركون به وينسبون له الولد ويعافيهم ويرزقهم كما تشاهدون. هذا حلم الله العظيم. نعم. ثانيا من هداية الآيات أن كل المخلوقات من أجلها إلى أحقرها ليس فيها غير عبد لله، فنسبة الإنسان أو الجان أو الملك إلى الله تعالى كلها واحدة، هي عبد لرب مالك قاهر عزيز حكيم. نعم. ثالثا بيان إحاطة الله بخلقه ومعرفته لعددهم، فلا يغيب عن علمه أحد منهم ولا يتخلف عن موقف القيامة فرد منهم، إذ الكل يأتي الله تعالى يوم القيامة فردا. ومن هداية الآيات أعظم بشرى تحملها الآية الأولى وهي حب الله وأوليائه لمن آمن وعمل صالحا. في بشرى أعظم من هذه؟ أن يحبك الله ويحبب إليك عباده. الله أكبر. ما سبب هذه البشرى؟ الأكل والشرب والنوم، الشرف والنسل، ما هو السبب؟ الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح بهما تتحقق هذه البشرى العظيمة، سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم. ثانيا بيان كون القرآن ميسرا أن نزل بلغة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل البشارة لأهل الإيمان والعمل الصالح والنذارة لأهل الشرك والمعاصي. لو نزل القرآن بلغة غير العربية رسول ما يعرفها ينطق بها ولا يفهم معنى، كيف يبشر المتقين؟ كيف ينذر الكافرين؟ فمن هنا لا بد وأن يكون بلسانه، فإنما يسرناه بلسانك لهذه العلة لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. نعم. ثالثا وأخيرا إنذار العتاة والطغاة من الناس أن يحل بهم ما حل بمن قبلهم من هلاك ودمار، والواقع شاهد. أين أهل القرون الأولى؟ الله أكبر.